لا، العودة للاتفاق النووي أستاذ أحمد، يعني كل تسوية بين إيران وأمريكا تنعكس إيجابيا على الداخل العراقي. يعني عدم تسوية بين، يعني حضرتك شفت مثلا 2016 كيف حقق النصر على داعش، ليس بالدعم العسكري الأمريكي الإيراني، لا، بالتسوية الإيرانية الأمريكية. دائما التسوية الإيرانية الأمريكية تنعكس بشكل إيجابي على الواقع الأمني والواقع الاقتصادي العراقي. يعني تجنب العراق، لأن العراق هو ميدان، الأمريكان يتعامل معه كميدان والإيران يتعامل معه كميدان. فأنت إذا حاولت أن تفصل جدليات المواجهة بين هذه القوى فبكل تأكيد سينعكس بشكل إيجابي. لا، الصدام وعدم اتفاق نووي لكن أنا أعتقد يؤثر سلبا. جميل، ولكن ألا تعتقد أن العودة للاتفاقية النووية ستطلق اليد للفصائل الموالية لإيران لتتمدد بشكل أكبر؟ هذا الملف لا تبدو واشنطن جادة في مناقشة هذا الموضوع، بالعكس العراقيين يعتقدون هذه حينطلقون الجماعة بالعراق وفي سوريا وتصير أهداف استراتيجية أعلى من أجل تطويق إسرائيل كما هم يتحدثون. لا، الموضوع مختلف ترى استاذ احمد عن عام 2015 بحسب وجهه نظري. يعني انا افهم انت تشير الى تلك الفتره، ولكن الان الوضع مختلف. انا اعتقد انه الان يعني جنابك القضيه ايران منهكه، حتى موضوع النفوذ الايراني مرهق جدا يعني الى ايران، تحتاج الى دعم اقتصادي ليس كما كان الوضع 2015. يعني فتره الست سنوات هذه أرهقت إيران اقتصادية وخلقت قوة داخلية في داخل إيران أستاذ أحمد لمواجهة التمدد الإيراني. يعني تخيل الآن الشعب الإيراني يواجه التمدد الإيراني، لأن يعتقد أنه إيران حتى يجب أن تدفع لنفوذها. يعني حزب الله يريد فلوس، هذه الميليشيات تريد فلوس، اليمن تريد فلوس، وهذا كله من الإنسان الإيراني، يعني أموال الإيرانيين. يعني فلذلك الوضع مختلف. يعني قد التسوية الإيرانية الأمريكية تجعل إيران يعني تحاول أن تلتقط الأنفاس وتنظم أوراقها الداخلية، ثم يعني تنتظر المستقبل لكي تنطلق كما تقول. فلا ممتاز. أعتقد أنه بمجرد توقيع الاتفاق النووي سيجعل إيران منطلقة كما حدث في عام 2015. ولا تنسى الملف الأفغان، أنا أركز وأدعو كل الإعلاميين أنه هناك واقع جديد تشكل، العالم بعد سقوط جميل. كابل والعالم قبل سقوط جميل كابل. جميل.